السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنبتدي مع بعض شرح الجزء الأول من الإيثيكال هاكينج. إحنا المفروض هنشتغل مع بعض على إزاي إن أنا أقدر أعمل نفس الستبس أو نفس الخطوات اللي بيعملها أي هاكر لما يجي بيأتاك أي تارجت. لازم تعرف دايما إن أنا في عندي 5 مراحل موجودين، تبدأ من أول الفيز 1 اللي هي الريكونسنس اللي هي الاستطلاع، بعد كده فيز 2 سكانينج، فيز 3 اللي هو جانينج أكسس، Phase 4 Maintaining Access، Phase 5 Covering Tracks. أول حاجة أنا بعمل استطلاع على الهدف اللي أنا عايز أضربه أو اللي أنا عايز أعمله Assessment. حاجة تانية ببدأ أعمل سكان على كل البورتات وكل السيرفيس اللي شغالة على الهدف. تالت حاجة إن أنا أبدأ أخش على الهدف باستخدام أي ثغرة من الثغرات المتوفرة، تعرف طبعا نتعامل معاها إزاي. اللي بعدها إن أنا أفضل مستمر إن أنا أقدر أأكسس الهدف ده في أي وقت زي ما أنا عايز، إن أنا بحط تريجن أو أحط روت كيت على الجهاز. في عندي بقى كده كفرنج تراكس، إن أنا إزاي أقدر أغطي اللوجز وأقدر أغطي التراكس بتاعتي بحيث إن محدش يقدر يعرف أو يتتبع الشخص اللي جه ده. طبعا عشان نقدر نفهم الموضوع دوت لازم أفهم كويس جدا كل تول من الأدوات اللي بستخدمها في العملية دي. طبعا العمليات اللي هي بتستخدم بشكل مستمر في اي اتاك بتتعمل، فلازم تكون انت فاهم الهاكر بيفكر ازاي عشان تعرف انت كمان تشتغل معاه ازاي. زي ما انت شايف كده انا عندي كلمه ريكونسنس بانفورميشن جاذرينج، بيجمع معلومات. فيزيكال اند سوشيال انجينيرنج، بيشتغل عن طريق الفيزيكال اكسس او عن طريق السوشيال انجينيرنج اللي هي الهندسه الاجتماعيه، ان انا اعرف مثلا سيادتك ايه الرقم التليفون بتاعك كام، انت اسمك ايه، شغال في انهي جهه، وابدا اخمن الباسورد واليوزر نيم بتاعتك بناء على معلومات اللي انا اعرفها عنك. في عندي بعد كده لوكيت نتورك رينج، ان انا اعرف الرينج بتاع الشبكه بتاعتك وابدا ان انا اتعامل مع الاي بي ادرس. في عندي السكاننج، في عندي زي اللايف هوستس ازاي اقدر اعمل سكان، اكسس بوينتس اللي هي بتاعت الوايرلس، اكونت اند بوليسيز، فولنربيليتي اسسمنت، ان انا اقدر اعرف ايه الثغرات وابدا ان انا اعمل لها عمليه تقييم. في عندي جانينج اكسس زي بريش سيستم، ان انا اقدر اخش على السيستم احط مليشيس كود او باك دور عشان اقدر اخش على السيستم ده في اي وقت. في عندي مينتيننج اكسس، ان يفضل الاوريدي الاكسس موجود عندي فبقى عندي الروت كيت، تمام، او الانباتشد سيستم. انباتشد سيستم يعني سيستمز قديمه او سيستم مش معمول لها ابديت بشكل مستمر. في ثغرات ممكن استغلها على ويندوز 10 لو الويندوز 10 ده مش معمول له ابديت. في ثغرات ممكن استغلها على الانظمه القديمه زي اكس بي وزي ويندوز 7 اللي هي ما لقاش ليها سبورت دلوقتي. كفرنج تراك، ان انا اغطي الاثار بتاعه عمليه الاتاك. الاي دي اس ايفيشن، ان انا اتجنب حكايه الاي دي اس اللي هو التتبع بتاع السيستم بتاع اللي هي انتجريشن انتروجن ديتكشن سيستم. الاي دي اس كلمه انتروجن ديتكشن سيستم، نظام اللي يعرف اذا حصل فيه اتاك او حصل اختراق للشبكه بتاعتي. في عندي لوج مونوبيليشن، ان انا اتلاعب باللوج فايل. في عندي ديكوي ترافيك، ان انا اعمل ترافيك بشكل خادع مش بالاي بي الاساسي بتاعي. عشان ابدا افهم الموضوع دوت لازم نجهز اللاب بتاعنا. اللاب بتاعنا عباره عن مجموعه في امات بنزلها زي اشهرها طبعا الكالي لينكس، وبعد كده ببدا اشتغل على ويندوز اكس بي ومكنه عليها ويندوز 2012، وفي مكنه اسمها ميتاسبلويتبل 2 دي عباره عن الفيكتيم، دي بيبقى فيها ثغرات بتقدر تتعامل معاها وتشتغل معاها. هنشوف بننزل الداتا بتاعتنا او بننزل الملفات بتاعتنا ازاي. بالنسبه للكالي لينكس، انا بفتح الانترنت اكسبلورر او افتح الانترنت عامه واجي هنا اكتب كالي لينكس داونلود اوتو سنتر. في هنا جيت كالي لينكس، في عندي هنا البارامتر، في عندي الفيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين بتبقى نسخه جاهزه، بس طبعا بيبقى فيها مشكله انها ليميتد ديتكتد اكسس تو هاردوير وهاير سيستم ريكويرمنت، محتاج سيستم يكون امكانياته عاليه شويه. في عندي البارامتر ودي اوريدي بتبقى افضل جدا، مفيش فيها مشكله، مفيش فيها اوفر هيد، فبالتالي دي انا بستعملها بشكل احسن طبعا من الفيرتشوال ماشين. بقول له هنا ريكومندد، بص عليها، باجي بعد كده على كلمه ريكومندد تحت بلاقي عندي النسخه بتاعت ال 64 وال 32 والنسخه الخاصه بالابل، طبعا هبدا انزلها على ابل ماكنتوش. فبقول له انا عايز النسخه ال 64. في عندي الويكلي، الويكلي دي اللي هي بتبقى اوريدي نسخ اوريدي بيجربوها فمبتبقاش نسخ مستقره،
مش ثابته مش ستيبل. في عندك انستولر ودي بتبقى فيها اوف لاين انستولر بكل الباكجز اللي انت عايزها. في عندك النت انستولر دي اوريدي بتبقى يا دوبك انستليشن خفيف بس بينزل كل الباكجز من على الانترنت، يعني بتبقى نسخه خفيفه جدا وتقريبا فاضيه. لو انت مش عايز تستخدم كل التولز اللي موجوده في كالي لينكس فممكن تنزل التولز اللي انت محتاجها بس وقت ما تستخدمها. فانا هنا باجي بقول له لو سمحت نزلها لي، طبعا حجمها 3 جيجا و2 من 10. تمام. في هنا طبعا عندك تورنت، وانا ما بحبش انزل بالتورنت لان التورنت زي ما قلت لكم قبل كده في المحاضره اي جهاز كمبيوتر عليه فيروس هيجي لك في السكه وهو جاي بالباكج بتاعه. بنزل الايه الكالي، بينزل طبعا الفايل عندي بعد ما نزلته بعد ما نزلت الفايل، الفايل بينزل لي بالشكل ده. طبعا بيطلع لك هنا كالي لينكس، بيطلع لك الفيرجن 2021.3 ده اخر ابديت موجود للكالي. انستولر اي ام دي 64 ده الديستريبيوشن او الاركتكتشر بتاع البروسيسور 64 بت. حاجه بعد كده انزل السوفت وير الثاني، انا عايز انزل ميتا سبلايتبل 2 واعمل لها ايه داونلود، اخش على ميتا سبلايتبل براوز ميتا سبلايتبل سورس فروج، دي الشركه اللي بتعمل ميتا سبلايتبل. تمام. واقول له هنا داونلود ذا ليتست فيرجن، نزل اخر فيرجن، واخر فيرجن دي معمول لها موديفيكيشن في 19/8/2019. دي بتبقى اوريدي دي الفيكتيم ماشين او الاد او المكنه اللي انا بتعلم عليها الاتاكس واشوف اللي بيحصل بالنسبه لها ايه. بنزل طبعا الميتا سبلايتبل. تمام. وبسطب ويندوز اكس بي وبنزل ويندوز 10 ويندوز سيرفر 2012. طبعا لو انا عايز انزل ويندوز 10 اقول له ويندوز 10 داونلود، ممكن انزل نسخه ترايل اهو من هنا. لو انا ما عنديش النسخه موجوده ممكن اقول له والله نزل لي ايه داونلود تول ونزل نسخه ويندوز 10. عايز تنزل ويندوز سيرفر نفس الكلام 2012 سوري 2012. تمام. ترايت في عندك هنا ده الايفالويشن سنتر بيديك النسخه valid لمده 180 يوم تقدر تتعامل بيها، وطبعا ده عشان educational purpose اوريدي بتستخدمها في اهداف تعليميه. تمام. وبقول هنا product ماشي. في عند حضرتك هنا اهو ويندوز سيرفر اللي هو مايكروسوفت داونلود سنتر. تمام. بقول له ويندوز خلاص. سوري مش في الويب سايت والإيفاليويشن، نزل الإيفاليويشن سيرش وصلت شرزة ولا حاجة عادي موقع مايكروسوفت ممكن يكون فيه علق داونلود أو تراي إيفاليويشن. طبعا انا لازم انزل السورسات بتاعتي من مايكروسوفت عشان اتاكد ان السورسات دي مفيش فيها اي مشكله. تمام يا جماعه. ويندوز سيرفر من اول مايكروسوفت اقول له هنا ويندوز سيرفر. تمام. في هنا اوريدي بنزل تحت كده والله اقول له ايه ده كل ده ويندوز سيرفر 2021 ده البارتنرز ده ويندوز سيرفر 2021 ده احدث ريليز موجود عندهم. تمام.
بص معايا، انا جيت هنا كتبت اهو عشان تبقى عارف انا عملت ايه بالظبط. جيت في السيرش هنا كتبت ويندوز سيرفر 2012 داونلود، تاني اهو السيرش ويندوز سيرفر 2012 R2 اهو، ده في المسج اللي قدامي يقول لك ويندوز سيرفر 2012 اند اوف لايف او ايفالويشن سنتر. اكتب هنا كلمة داونلود، قول هنا try Windows Server 2012. ثانية واحدة download Windows Server 2012 Product and Edition A داونلود اهو، ادي ويندوز سيرفر 2012. بقول له ايه داونلود، بينزل لك النسخه بتاعت الترايل بتاعتك، يبدا ان هو يسطب النسخه الايزو، بيعمل لها داونلود. طبعا دي حجمها 3 جيجا ونص، طبعا الصورات دي كلها احنا منزلينها ونبدا نشتغل عليها. هنشوف مع بعض ازاي ان انا ابدا اعمل الفي ام اي بتاعت الكالي لينكس. طبعا انا مسطب الفي ام وير، طبعا كلكم عارفين التسطيب بتاعه بسيط مش مشكله. خش على الفي ام وير، انا بجهز اول حاجه عندي دلوقتي، انا بجهز اللاب بتاعي تمام. ببدا اقول له من ورك ستيشن فايل نيو فيرجن ماشين كاستمايز للادفانسد، واختار الريليز او الهاردوير ريليز 16. بختار النسخه الايزو بتاعتي فين، اقول له والله الايزو فايل بتاعي فين اللي فيه السوفت وير تمام. جالي اهو، اقول له اوبن نيكست، هقول له لينكس. على فكره مش فارقه معايا، بس اوريدي عشان تحدد العمليه بشكل اسهل شويه تمام. اي اثن سميته ده اذر، ده اذر كالي لينكس 5 تو نيكست. حطيت الفايل بتاعي فين، رميته فين، هرميه على اي بارتيشن طبعا غير السي. هاجي على دي مثلا اهو، واقول له ايه ميك نيو فايل كالي نيو مثلا، قلت له ايه اوكي، وسميتها هنا اهو فوق كالي نيكست. طبعا بروسيسور 2 ونمبر اوف كور بير بروسيسور 1 في كل واحد، مش مشكله تمام. نيكست طبعا الميموري هنا انا هخلي الميموري 2 عشان يبقى برفورمانس افضل شويه. نيكست النتورك بتاعتي بخليها نت، ما بخليهاش بريدج، لان بريدج معنى كده ان الكابل اللي كارت النتورك بتاعي بقى في جهاز تاني جنبي. بريدج معناها ان كارت النتورك بياخد ماك ادرس لوحده وبياخد اي بي لوحده وبيشتغل كان الجهاز ده منفصل مش معتمد على جهازي. النات كاني ركبت كذا جهاز مع بعض كلهم بيطلعوا من الاي بي بتاع الجهاز بتاعي، فبستخدم النات على طول. ده امن لي علشان ما يبقاش في اي مشكله تحصل لي على الفي ام بتاعتي. نكست طبعا هنا الايس كازي نيكست، نيكست مش فيها مشكلة. كريت فيرتشوال ديسك مش مشكلة، بخلي الفيرتشوال ديسك بتاعي ده 20 جيجا، واقول له بعد كده نيكست نيكست تمام فيش كده. الفي ام ايه كريتد كده، لسه هحط الاوبريتنج سيستم واقول له باور اون ذيس فيرتشوال ماشين. كده بيطلع لي المنظر اللي انت شايفه قدامك. في طبعا عندك حاجه اول اختيار اسمه جرافيكال انستول وفي انستول، انا بشتغل بجرافيكال انستول واقول له انتر. الانستليشن سهل جدا، جاست بشتغل باللغه اللي انا عايزها، بقول له انجلش طبعا انا بشتغل كله انجلش مفيش مشكله. يونايتد ستيتس امريكان انجلش تمام. يبدا ديتكتنج الهاردوير، سكاننج انستليشن ميديا، تاكد ان الفايلز بتاعت الانستليشن سليمه. Thank you.
طبعا هنا بيطلب منك الهوست نيم، ما تسميش الهوست نيم كالي، لان اوريدي لو اي حد عمل ديسكفر على النتورك لقى كالي هيعرف ان ده اتاكينج. سميه اي اسم مثلا، سميه اي تي سيس مثلا، اي اسم. كونتينيو. دومين نيم سميته اي تي دوت لوكال، تمام. كونتينيو. هنا الفول نيم، اليوزر نيم، ده اليوزر نيم اللي انت هتخش بيه، فلازم تبقى عارفه كويس قوي. انا سميته مثلا ده اليوزر نيم بتاعي كريم، تمام. والباسورد، اعمل الباسورد اللي انت عايزه. طبعا كل ما تكون اقوى كل ما تكون افضل، عشان محدش يقدر ياتاك عليك. بس طبعا احنا هنا بنشتغل على تيستنج، فممكن تخلي الباسورد بتاعتك بسيطه، يعني حاجه سهله. قلت له ده التايم زون بتاعي، قلت له اوكي كونتينيو، مفيش عندي مشكله. بيعمل ديتكتنج للديسك دلوقتي. هقول له والله انا هشتغل على جيو اي ديد يوز انتاير ديسك، انا عايز اشتغل على كل هارد ديسك. طبعا ده لو انا اوريدي بشتغل على في ام. لو انا هسطب الكالي لينكس مع جهاز ويندوز، فبقول له لو سمحت بشتغل على مانيوال واختار بارتيشن فاضي لو انا مقسم الهارد ديسك عندي. طبعا هقول له هنا يوز انتاير ديسك، كونتينيو. هنا طلع لي الهارد ديسك بتاعي، فقال لك الديسك بتاعك 21 جيجا ونص، مفيش مشكله، تمام. كونتينيو. اول فايل على اون وان بارتيشن ريكومندد فور نيو يوزرز، مفيش مشكله عندي، مش هيفرق في حاجه، تمام. قلت له بعد كده كونتينيو فينيش بارتيشننج. هيقول لحضرتك انت متاكد انك عايز تعمل السيف للاكشنز ديت يس ولا نو؟ هو باي ديفولت بيخليها لك نو، عشان انت طلعتك تعلم يس عشان تاخد الاكشن بنفسك، ويطمن انت اوريدي عارف انت خدت ايه بالظبط والاجراء اللي انت عملته. قلت له كونتينيو. هيبدأ يعمل انستليشن البيز سيستم. كده اوريدي ده السوفت وير باكجز اللي هتنزل. حبيت تحط الجينوم اركي دي، مش مشكله، بس طبعا ده بيتقل الجهاز شويه، بياخد من الريسورسز بتاعتك، فما لهمش لازمه، مش محتاجينهم. كده كده في عندي ديسك توب وجي او اي انترفيس هشتغل بيه. كونتين. عقبال هو ما يخلص المكنه الكالي، هنعمل مع بعض شويه اكشنز. هنيجي هنا في اديت فيرتشوال نتورك اديتور. انا عايز اخلي رينجات الاي بيهات بتاعتي اهو برينج معين، هنا 192، هنا النات انا عامله هنا على 10، فبقول له لو سمحت تشينج سيتنج، بقول له يس. باجي في نات، انا عايز اكتب رينج معين براحتي، فجبني رينج بتاعت 10.0، اختار نت واقول له ايه ابلاي اوكي، او ان انا اغير الاي بي مثلا 1.1.1.0 وات ايفر ايا كان اللي انا عايزه. كده انا بقول له من دي اس بي وسع على الاي الاي بي دي. لما انا جيت هنا في الدي اس بي سيتنج، في هنا عندي حاجه اسمها ليست ديوريشن، وقت ان الارتباط بالبيرت اي بالاي بي ده ما تخلوهوش زيرو، لان لو كده معنى كده كل نص ساعه الجهاز هيغير الاي بي بتاعه،
طبعا ده هيعمل لك مشكله وانت شغال على اللاب. فانا قلت له هنا الديفولت ليست تايم 10 ايام والماكسيمم ليست تايم 10 ايام، وقلت له اوكي. فبعد كده ان الاي بي اللي هيتاخد للمكنه هيفضل لازق على المكنه 10 ايام، الا لو انت غيرت الاي بي بعد كده وخليته ستاتيك على المكنه، وده بيبقى افضل بكتير جدا عشان تريح دماغك من وجع الدماغ. ماشي، كل شويه الاي بي يتغير. اوكي خلاص، هو كده خد الاكشن. فبالتالي الاي بيهات دي ده الرينج اللي احنا هنشتغل بيه في الفي امات. هتيجي بعد كده هتحط الفي امات التانية عادي جدا، هتقول له من فايل اوبن وتحدد له مكان الفي امايه فين. دي بتبقى ايمجز جاهزه، يعني دي ايمجات نازله بتلاقي جوه هنا في فايل الفي ام اكس، بتعلم عليه وتقول له اوبن، فبيفتح لك المكنه بالتفاصيل هو بتاعتها. دي السيتنج اللي هو عاملها، انا ما لعبتش في اي حاجه. نفس الموضوع الويندوز 10 مثلا، انا بسطب ويندوز 9 عادي جدا وبسطب ويندوز اكس بي عادي جدا، تمام، وبشتغل عليه بقول له من فايل اوبن، بجيب له مثلا المكنه الاكس بي اللي انا عاملها في ام ده ويندوز 10 في ام دي مكنة اكس بي، واقول له اهو البارتيشن اللي انا عامله، واقول له اوبن. طبعا انا بسهل على نفسي عمليه الانستليشن، ان انا ما اقعدش بقى ايه اسطب ده اسطب ده اسطب ده، ممكن انزل ايمج جاهزه واشتغل بيها على طول، تمام. الكالي اللي بحتاج دايما ان هو يتسطب فروم سكراتش، عشان اوريدي الكالي بالذات ما يعملش مشاكل مع الهاردوير بتاعك والادابترز بتاعتك. طبعا لما باجي بعمل المكنه اللي هي بتاعت السكيورتي اسسمنت، الافضل ان انت تكون شغال على هارد اس اس دي ويكون عندك رامات كويسه، واوريدي بتبقى المكنه ديت يعني احنا عاملينها للتقييم الخاص بالاسسمنت او سكيورتي اسسمنت. انت عشان تفهم ازاي تبريفنت اتاك او تمنع اتاك، لازم الاول تفهم الاتاك اصلا بيتم ازاي، تمام. لما تعرف الحرامي بيفكر ازاي وازاي يقدر يخش ويسرقك، هتبدأ تتعلم ازاي تقفل الثغرات لو جه حرامي يحاول ان هو يسرق داتا او ان هو ياخد اي شيء بشكل غير قانوني. لازم نفهم بقى مع بعض كده شوية concepts قبل ما نخلص الكالي لينكس. ال concepts بتاعتنا كالآتي: لازم الاول افهم يعني ايه ethical hacking. زي ما قلنا ethical hacking المقصود بيه الاختراق الاخلاقي او التعلم الاخلاقي لعمليه تامين المعلومات. انا بعمل حاجه اسمها security assessment، فانا بكتشف الثغرات اللي بيخش منها الهاكر علشان اقدر ان انا ايه اقفلها. طبعا لازم افهم ان ethical hacking ده عباره عن practice of hacking، تمام، ان بعمل نفس الاتاك بس من غير ما يبقى في عندي malicious intent، من غير ما يكون عندي نوايا سيئة، تمام. في عندك الأنواع بتاعت الـ ethical hacking، تمام. الهدف من الموضوع إن أنت تعرف الـ vulnerabilities اللي موجودة على السيستم أو على النتورك. في عندك أنواع الـ ethical sorry أنواع الـ hacking. في عندي الـ white hat hacking اللي هو الـ ethical hacker اللي هو زي حضراتكو، الـ black hat hacker اللي احنا بنسميه كراكر، والجراي هات هاكر اللي احنا بنسميه بيشتغل بالباونتي او الجوائز. ده الايثيكال هاكر اللي هو حضراتكم، الهدف منه اكتشاف ثغرات النظام والتحذير منها والعمل على سدها. الكراكر النوع الثاني هو الكراكر، ده الكراكر ده وظيفته ان هو بيدمر السيستم، ملوش دعوه بحاجه، هو وظيفته ان هو يخش يخترق ويدمر ويعمل اللي هو عايزه. في عندي الجراي هات هاكر، الجراي هات هاكر وده وظيفته ان هو بيشتغل على ثغرات بتاعت اي شركه وينبههم والله في جماعه الثغرات في كذا كذا كذا، وانا في انتظار اي باونتي او اي جايزه على اكتشاف الثغرة دي، ده بيبقى جراي هات، تمام. فانا عشان ابقى فاهم الايثيكال هاكر اللي هو الوايت هات، ايدنتيفاي اند فيكس، بيعرف ويصلح، تمام. سيستم فلو ذات هاكرز اكسبلويتد،
that black hackers او black hat hackers exploit. انا لو رزفت ان انا اصلح المشكله او اعمل تقييم للنظام اللي الوايت هات بيعمله عكس اللي البلاك هات بيعمله. تمام، الوايت بلاك هات بيخش عشان اكسبلويت، بيخش عشان يدمر. تمام. طيب الهاكر ستيتس كان بي باك، يعني ايه؟ بلاك هات بنتريت اوكيجنالي تو بي وايت هات، يعني اوريدي هو دايما بيحب ان هو يتهكر، بيطلع نفسه انا وايت هات هاكر. لو دخلنا بعمل اسسمنت. تمام. جراي هات تيست سيستم فولنربيليتي بات دونت اتاك ذا سيستم، بيعمل اللي بيكتشف الفولنربيليتي لكن مش بيأتاك، بيطلع الثغرات وبيطلع الكلام ده وبيطلع الداتا لكن مش بيحط مالشس كود. الاثنين دول announce themselves to system administrator and offer their services. الاثنين بيقول لك والله انا عندي الامكانيات دي والسيرفيس دي وبعلنها لحضرتك عشان سيادتك تتعاقد معايا. لازم عشان اتعاقد مع حد يجي يعمل assessment للمنظمه بتاعتي بطلب منه السيرتيفيكت اللي هو واخدها، ودي بتبقى موجوده مع اي سي سي كونسل. تمام. واوريدي سبقت الاعمال واتاكد ان الريبيتيشن بتاعته او سمعته في السوق مفيش عليها اي مشكله، الى جانب انه لازم يمضي معايا اجريمنت خاص بالاختبارات والحدود بتاعته ايه، وان مفيش تسريب للمعلومات. بتبقى اوريدي ليها بوليسز كتير جدا، الموضوع ميبقاش بمنتهى البساطه او السهوله. تمام. الموضوع التاني دلوقتي لو احنا شفنا كده مع بعض، الكالي خلص ولا لسه؟ هو لسه دلوقتي بيخلص، هو بياخد وقته. الموضوع التاني انا بشطب الكالي لينكس زي ما قلت لكم. الكالي لينكس ده اوبن سورس، في مجموعه من البري انستول تولز ادوات كتير جدا مستخدمه. تمام. اكتر ادوات احنا هنشتغل عليها في بري انستول تولز ان كالي لينكس الاير كراك الخاص بالوايرلس، ان ماب اور نتورك مابر، الهايدرا الخاص باختراق البروت فورس اتاك، نيسس ده اختبار الثغرات، واير شارك ده اوريدي عشان اقدر اعمل سنيف واقدر اشوف الايه الداتا اللي بتروح عندي على الترافيك بتاع النتورك. تمام. يلا هنعمل داونلود للينكس ونشتغل عليه، مفيش عندي مشكله ادينا شغالين عليه. الموضوع اللي خاص بيه الموضوع السكاننج اند انوميريشن، طبعا ده هنبتدي فيه بس بعد ما الكالي يبدا يخلص ونشوف هيعمل ايه. هنوقف التسجيل شويه لغايه ما الكالي يخلص انستليشن. وصلنا هنا للجزئية دي، بيقول لك do you want to install the GRUB bootloader؟ فبقول له طبعا yes. بقول له هنا the partition بتاعي، بقول له enter device manually، بقول له لا partition اهو، يبدأ يكمل. كده بيقفل الانستليشن، وبعد كده هتلاقي الكالي بدأ يفتح معاك. طلعت لك الرسالة الأخرانية بيقول لك finish the installation، فبقول له continue. كده بيعمل ريبوت وتلاقي الكالي فتح معاك واشتغل. خلي بالك بقى من اللي احنا هننفذه دلوقتي. بعد ما الكالي بينزل عندك وبيعمل لك installation، أنا دلوقتي بخش باليوزر نيم بتاعي اللي هو كريم، والباسورد اللي أنا عملتها والباسورد اللي احنا كتبناها. اول خطوة لازم اعملها لازم اعمل update، بعد كده upgrade، بعد كده disk update. باجي نوت عندي على الترمينال، باجي في الترمينال هنا واكتب sudo عشان اخش root. انا هنا داخل باليوزر فلازم اخش بالروت sudo su. كده خلي بالك حضرتك قالك ايه، هو بيرسبكت privacy of others think before you type
with great power come great responsibility responsibilities already بيقول لحضرتك ايه we trust you have received the usual lecture from the local system administrator it usually boils down to this three things خلي بالك ان انت already انت داخل بالروت فانت خلي بالك ان انت بتعمل هو بيحذرك طبعا مجرد ما تكتب الباسورد كده الايه الورنينج ده مش هيطلع لي تاني كده انا دلوقتي بقيت فين في الروت خلي بالك الجمجمه دي معناها ان انت هنا ايه مهمه كريتيكال انت كده داخل في الكور بتاع السيستم فبقول له apt-get مسافه ابديت اتاكد ان انت اوريدي واخد اخر ابديتس من الكالي خلي بالك بص هو بيحمل منين من هنا من الاي من اللينك بعد كده اقول له ابجريد هيطلع لك ليست بتاعت الابجريد الابجريد هنا تقريبا حوالي 782 ميجا تمام هتقول له واي وهيكمل تمام وبعد ما يخلص هيكمل معاك بعد ما يخلص هتعمل الاكشن التاني اللي هو تيست ابجريد وقول له ايه تمام يس yes. هنا هينزل لك جيجا و300 ابديت خاص بالايه بالسيستم طبعا ده بيكون افضل بكتير جدا ليك لانه طبعا ده بياخد من الابديتس الاخرانيه فبينزل لك التحديثات الاخيره لكل البرامج فبتبقى برامج مور ستيبل اكتر اكتر ثباتا وبيبقى برضو ابديتد للثغرات اللي موجوده في السيستم طيب كده اوريدي اول خطوات انت المفروض بتعملها طيب انا بقى عايز ابتدي اشتغل على التارجتس بتاعتي اول خطوه احنا خدناها او ان احنا نعرفها اللي هي الريكونسنس تمام شفناها هنا اهوت عندنا اقول لك اول خطوه عندك هي ايه الريكونسنس الاستطلاع تمام طب انا بستطلع الهدف ازاي بستطلع الهدف ازاي ماشي في عندي زي ما اتفقنا قبل كده قلنا في المحاضره ان في عندي نوعين من الريكونسنس تمام في عندي نوعين من الريكونسنس في حاجه اسمها اكتف ريكونسنس وفي حاجه اسمها باسيف ريكونسنس تمام الباسيف ريكونسنس اللي انا اوريدي ما بتعاملش مع الهدف مباشره انا ما بتصلش على الهدف ما بعملش مع اي اكشن طيب الباسيف ده بيبقى عباره ان انا بعتمد على بعض المواقع اللي بتجيب لي معلومات عن الاجهزه زي ايه زي شودان وزي سباي اي اس اشهر مجموعه ادوات انا بستعملها سباي اس اي شودان سبايدر فوت ريكون دوت داش ان جي The Harvester, Peltigo, SearchCode, TinyEye, MetaGov. تمام؟ كل دي أدوات بستخدمها علشان أجذر إنفورميشن عن الأهداف اللي أنا عايز أضربها أو اللي أنا عايز أستطلعها. فلو دخلت مثلا على سباي اس اي بخش على سباي اس اي اس اي تمام دوت كوم خلي بال حضرتك بقول له هنا ايه هو بيقول لحضرتك ده الاجهزه اللي ممكن تبقى ايه عدد الاجهزه اللي هو بيشوفها اللي عمل لها سيرتيفيكت فارنابيلتيز الايميلز كل ده موجود هنا ممكن ايه تستطلعه بمنتهى البساطه تمام والتولز اللي هو بيستخدمها البايثون خلي بالك كالونج روبي كل دي لغات اللي هو ايه بيستخدمها طبعا لو انا جيت هنا اهوت قلت له لو سمحت انا بشوف مثلا سي دومين مثلا تمام وجيت مثلا قلت له سيرش دومين مثلا www اي اسم مثلا gov.uk تمام طلع طبعا الثغرات في اي ثغره موجوده قال لك ايه السيستم اللي هو بيستخدموه نوت ستيتس موجود فين ده اوريدي موقع عادي جدا
ده الدي ان اس ماشي، ده الكودز اللي بيشتغلوا بيها، ده اوريدي فيه ريسك ميديوم لحد ما، ده لو ميديوم ميديوم يعني ممكن ده اتاكبل. كل ده هو مطلعه لك في الايه، في الاسسمنت اللي انت شايفه قدامك. طيب افترض بقى انا عايز ادور مثلا بثغره زي ما انت شفت النهارده، انا عايز اشوف جهاز يكون فيه ثغره من الثغرات، فقلت له والله جوجل، وكتبت هنا ايه سي في اي توب سي في اي فولنربيلتيز تمام، ورحت واخد مثلا الثغره دي كده كوبي، وجيت هنا قلت له دور عليها في أجهزة فيها الثغرة دي، قلت له انتر، طلع لك أجهزة فيها الثغرة دي. هاي view details تمام، في عندك domains أو حاجة كده، قال لك لا مفيش، بس الثغرة ده المعلومات بتاعت الثغرة تمام. دي بيقول لك an issue discovered in Citrix application، برامج Citrix. تعالى ندور على حاجة تانية، ويندوز، ويندوز تمام، مايكروسوفت اهو كوبي، وجيت تاني هنا في الباك، الباك الثغرة، دورت على الاكشن ده تو انتر ماشي، هاي ده سيفيريتي فيو مفيش برضه أجهزة موجودة عندي. طيب ممكن ده دلوقتي شاتك عايز تدور على حاجة مثلا تكون فيها التاكس تقدر تشتغل عليها، والله ممكن تشوف الأي بيز اللي أنت ممكن تتعامل معاها في الموضوع دوت، زي تقول والله دومين، وأجرب أي دومينز من الدومينات اللي أنا ممكن أشوف عليها أي في أتاك ولا مفيش أتاك. في سيلر أوكي، في هنا عندي في التولز، في هنا MX lookup، NS lookup، who is lookup، مين صاحب الجهاز ده، company lookup، CVA search، ANS، port scanner، لو جيت هنا قلت port scanner تمام، فقلت له لا دور لي مثلا على port 3389 مين بيشتغل بالريموت سيرش، قال لك في ناس شغاله بالريموت اهو، ده كلهم شغالين ريموت ديسكتوب على مستوى العالم تمام. طبعا بيقول لك سبسكرايب عشان تشوف الاكتر ماشي يا جماعه، فممكن اقول والله انا عايز اشوف حد مثلا في الصين، قال لك about 2 مليون ريزلت، بس طبعا تقول لك ايه لو سمحت ايه ده بيد فيتشر، ده لازم تكون دافع انت ايه فيها فلوس تمام. بقول له باك، ده برضو الاي بي او الاي بي بورت سكاننج. في عندي بعد كده موقع تاني اسمه شودان، بقول له لوجن بالاكونت بتاعك جوجل، انا اوريدي كده لوجن تمام. والله في عندك اكسبلور ظريف، انت عايز تكسبلور ايه، كاتيجوري اللي انت عايز تبحث فيه، نتورك انفراستراكشر ولا فيديو جيمز ولا اندستريال كنترول سيستمز ولا ويب كام. والله طب ما تشوف ويب كام كده، قال لك اي بي كاميرا ادمن ويب كام، قال لك دي كل دي كاميرات تقدر تخش عليها على فكره، دخلت هنا كليك ممكن يعرض لك الكاميرا دي شغاله على ايه دلوقتي في تاني ده كل ده لسه مقفول، انت بتجرب لغايه ما تلاقي حاجه فاتحه معاك. ده هاني بوت، بص ده ايه، طب هنا ايه هاني بوت، يعني ده بيشوف اذا في اتاكس ولا لا تمام. ده نفس الكلام، ده فاضي لوجن، طلب منك يوزر نيم وباسورد اي بي كاميرا،
اعمل عليه بروت فورس اتاك بقى لو عايز. تمام، في هنا تاني ده ايه نيكست، اي حاجه احط هاني بوت ابعد عنها، ده بيبقى فخ. ده نفس الكلام برضه، لوجن يوزر نيم وباسورد بيعمل عليه بروت فورس اتاك لغايه ما يخش. طبعا بشوف بقى الكاميرا دي مثلا يوزر نيم بتاعها ايه والباسورد ايه. طبعا دي مصيبه سودا طبعا، ان كده البورت اللي في الشارع نفس الكلام اهو، ده في رومانيا نفس الكلام. تمام، طيب انا عايز اشوف الاجهزه، والله ممكن اقوله في الاكسبلور مثلا تاني، دور لي مثلا على اللي شغال اس اس اتش سيرفر مثلا. انت عايز تيست سيرفر سوني لوكيشن اويب فيت اف تي بي سيرفر بليكس لاكاست، في سيرفرات كتير جدا. ممكن اقول له طب انا عايز ايه سيرش على حاجة معينة، أقول مثلا سيرش على ويندوز، بكتب هنا أقول أو إس كولن دوت كوتيشن ويندوز وأكتب الكوتيشن وأقول إنتر. هو كده بيدور على إيه؟ أنا قلت له ويندوز، أي حاجة ويندوز مش شرط ويندوز أنهي نسخة. تمام، فقال لك ده في هنا ويندوز سيرفر 2012. تمام، وده كلاود يعني ده جهاز مش موجود عند حد، ده كلاود، ده موجود جهاز اهو، ده enable verification. ممكن اقول له والله طب شوف لي ده وشوف لي اللي عليه البورت يكون بورت الريموت مفتوح 3389. تمام، مسافة وكتبت اسم البورت. سوري بورت، واعمل هنا colon dot enter. كده من غير حاجة هو كده سيرش مش شغال معاه، بس اوريه كده له بورت واقول له ايه البورت اللي انا عايزه يكون مفتوح ايه. بورت الريموت طبعا معنى كده ان الراد ده مفتوح عليه ريموت ديسكتوب، دي كارثة، دي مصيبة. invalid search query ماشي يا سيدي. بورتس اوكي اكسبلور تاني سيرش كويري اقول له ايه 3389. تمام، يو اس بيت بورت كاونتري سعودية الجارية. تمام، كل ده مكتوب عليه ار تي بي. تمام، اسيوز اسوز. تمام، ممكن اقول هنا ايه او اس او اس ويندوز اكس بي، طلع لك الاجهزه اللي عليها ويندوز اكس بي. تمام، دخلت كده اهو مفتوح عليه 4 4 5، دي الانفورميشنز بتاعته. ارجع باك ماشي، شوف كده ايه حاجه تكون ايه افضل شويه، خلي ده ويندوز 7. تمام، ده اكتر. شوف بقى اللي في مصر مثلا، لو جيت هنا اهو عايز ادور في دوله معينه واقول له مور، اختار من هنا كنترول اف واكتب هنا فوق هنا اي جي، يطلع لك مصر اهي اي جي، كليك كده. تمام، دي البروتوكولز المفتوحه، دي الحاجات اللي مفتوحه. بص ده حضرتك واخد الهاكر بالحضن، ده نفس الكلام. تمام، ضغطت هنا ضغطت على الاي بي يطلع لك البورتات المفتوحه عنده ايه. تمام، نفس الكلام هنا برضو تحت. كل دول يا جماعة حاجات يعني سهلة انها دي فارنبل. تمام، نفس الكلام اهو، كل الداتا ده سيكوال سيرفر، عرفنا ان ده سيكوال سيرفر، يعني ممكن اعمل سيكوال انجكشن. تمام،
المسافة، نجرب تاني كده فورتس. ممكن نشوف فلتر اوبشن ده بعد كده نظبط عليه، مش في مشكلة. تمام، ممكن ندور على بروتوكول او نقول له RDP. RDP ده كل ده شغال RDP، ماشي، نقول له شغال RDP. لو فتحت كده ده شغال RDP 3389. يعني كده لو نزلت تحت اهو، شوف كده تحت، شوف جاي الشاشة دي، اهو جايب لك شاشة الريموت، بيقول لك اليوزر اللي بيخش بيه اسمه ايه؟ ادمنستريتور. فانت كده عرفت نص السكه، انت كده عرفت اليوزر نيم. داش وده طلع طبعا بورتات المفتوحه ايه ممكن تستخدمها، تقول له والله انا عايز الناس شغالين اس اس اتش، بكتب البروتوكول، هيطلع لك كل اللي شغال اس اس اتش. تمام، الاف تي بي ده شغالين اف تي بي اباتشي، دول اللي شغالين اباتشي. فانا ممكن ايه اعرف المعلومات واجدر انفورميشن بطريقه سهله وبسيطه. انا هنا مش متعامل مباشره مع السيرفر، انا كده ايه بحسب يعني من بعيد لبعيد. طب تمام، عشان بعد كده بقى ابدا اشتغل على الاكتف. الاكتف انا بستخدم كذا حاجه عشان اتعامل مع الاكتف، بتعامل ب النت الان ماب وال تريس راوت، وفي كذا امر تاني ممكن اجيبهم عشان استخدم الموضوع ده. بص كده معايا، انا دلوقتي فتحت المكنه الاكس بي هي مفتوحه شغاله، الـ Nmap بقى والـ Active Reconnaissance مشكلته إن هو بيسيب أثر، يعني أوريدي بتعمله بيتجاب، بيتعرف إن هو في عامل حد عمل أتاك واشتغل. طبعا أنا لازم أتأكد إن اللاب بتاعي سليم، إن أنا أتأكد إن النتورك أدابتر بتاعي كله واخد أيبيهات سليمة. تمام، أهو Status Support ده واخد 10.10.4، والكالي عايز أعرف واخد كام، بكتب ifconfig ده واخد اي بي 10.10.10.6. لازم اتاكد ان هو بيبنجوا على بعض. ده اوريدي قلنا كام اي بي تقريبا 4، ده 4. لازم اتاكد ان المكانتين شايفين بعض عشان اشتغل في اللاب سليم ومبقاش عندي مشكله. 4 كده المكان ايه شايف بعض ومفيش فيه مشكله. طيب التول اللي انا هستخدمها هي اسمها ان ماب. ان ماب دي بتعمل حاجه اسمها نتورك مابنج. تمام، لو انا عايز اعرف بتعمل ايه تدوس داش اتش، طلع لك كل البارامترز اللي انت تقدر تستعملها في الان ماب، كل واحد بيعمل ايه. تمام، يعني في عندك ليست سكان، بينج سكان، تمام، في عندك اي ال امبورت فروم ليست اوف هوستس نتورك. لو انا عايز اعمل سكان على رينج معين، هنا بيقول لك لو انت عايز تعمل سكان على مايكروسوفت على اي دومين او دومين نيم او بالرينج من كذا لكذا زي ما انت عايز. تمام يا جماعه، دي اوريدي اشكال الاكنولوجيز والاي والساين والكلام ده كله. في عندك اس 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 تي اس اي اس دبليو اس ام، ده كل ده تي سي بي كونتاكت
تمام. في عندك اس ان، في عندك اس اي، ده الزومبي هوست تمام، ده اوريدي ايديال سكان يعني ده سكان بطيء شويه. في ده اللي اوريدي ايكو، في عندك اس اي تحت خالص ده بيطلع لك الاس في فيرجنز بتاعت الدنيا بتاعتك ايه، البطاقات المفتوحه والفيرجنز بتاعتها. ده السكريبت، ده بيران سكريبت تمام. كل ده في الانماب بتاعك انت شغال بيه. طيب فانا هنا كتبت انماب مسافه، انا عايز اعمل شوف البورتات المفتوحه على السيرفر اللي انا باتاك عليه او الجهاز اللي باتاك عليه اللي هو 10 10 10 4، هيبدا يعمل ايه، يطلع لي البورتات اللي مفتوحه ايه، دي البورتات اللي مفتوحه فين في الجهاز تمام. طيب انا عايز اعرف البورتات دي بتاعت ايه، ممكن اكتب هنا بدل اس اس اكتب اس في، في كابيتال انتر، هيطلع لي السيرفيس بتاع كل بورت منهم ده بتاع ايه تمام. ده ديسكريبشن للبورتات دي، قال لك اهو لاحظ الفرق بين ده وده، بص هنا وبص هنا تمام. طيب انا عايز اعرف، هو قال لك هنا سيرفيس انفورميشن، قال لك الويندوز بتاعك ويندوز اكس بي. طب انا عايز اعرف ديتيلز اكتر، فعندك الان ماب داش اي كابتن والاي بي بتاعك 10 10 10 4، ده هيجيب لك كل الديتيلز الخاصه بالاوبريتنج سيستم دوست انتر. يقول لك هو دلوقتي كام في المية من الاكشن، يقول لك 99.82 82%. تمام كده طلع لك كل حاجه خاصه بالسيستم، قال لك ده مايكروسوفت السيرفيس بتاعتك، الاوبريتنج سيستم بتاعك ايه، طلع ان اهو قال لك الكمبيوتر نيم بتاعك، النت بايس نيم، الورك جروب، السيستم تايم دلوقتي كام هو شايفه، كل الداتا دي هو قدر ايه يوصل لها. طبعا انا كده الاكشن دي تمت على الجهاز، فطلع كل الثغرات او مش كل الثغرات، طلع لي البورتات اللي مفتوحه عندي. وهنا طبعا بورتين مهمين جدا، ال 4 4 5 و 3 3 8 9، يعني ده عليه فايل شير وده عليه ريموت ديسكتوب تمام. في اوريدي عندي تاني برضو اوبشنز تاني برضو، ان انا اوريدي ارن سكريبت عندي على الجهاز دوت اشوف اذا كان في ثغرات ولا لا، بس ده مش فعال قوي بشكل كبير، بس ادينا بنشتغل بيه مش مشكله يعني. فبقول هنا انا عايز اشوف كل الثغرات ال اس داس اي ال مسافه داش يو اس ار شير تمام، ان ماب سكريبتس، طلع لك كل السكريبتات اللي موجوده في الان ماب، وندور على السكريبت اللي اسمه فالن عشان نرن بقى السكريبت. بكتب هنا ان ماب نفس الكلام اللي كنت كاتبه قبل كده، ان ماب ان ماب تمام، وممكن اقول له والله داش اس في، انا عايز الفيرجنز كلها بتاعت الاي بي 10 10 10 4، بعد كده داش داش سكريبت، بعد كده احط السكريبت اللي انا خدته كوبي من هنا واقول له انتر، هيبدا يعمل سكان للفرنربيليتيز اللي موجودة على الاو اس دوت لو اوريدي هو عارف يوصل لها تمام. هو لغاية دلوقتي معرفش يوصل ليها، فقال لحضرتك لا انا معرفش اوصل كده لايه لفرنابيلتيز موجودة عندي. طيب انا عايز اوريك بقى حاجة تانية، لو انا عملت الاسكان ده على المكنة اللي هي الميتا سبلويت، تعال نجرب المكنة الميتا سبلويت كده.
تأكد إن المكنة دي برضو شايفة أي الأي بي بتاعها تمام، مفيش فيها مشكلة تمام. أوكي الباسورد بتاعتها MSFAdmin، MSFAdmin ده اليوزر نيم والباسورد. نقف كونفج، قال لك الأي بي بتاعها 5 وتقول بينج على 10 10. هو كده تقريبا مش شايف المكنة الكالي، لكن هو شايف في كونفج دي 6، سوري دي اي بي هي 6، فا اوريدي هبلغ على 10 10 10 6. شايف المكنة الكالي تمام جدا. لو انا جيت رنيت السكريبت ده بقى من المكنة الكالي على المكنة الميت سبلويت اف كونفج اهي، نتأكد الاي بي بتاعها تاني، ده الاي بي بتاعها 5، تعالى نكتبه فوق كده هنا، كليك يمين سيتنج عشان ما ننساش، يقول في اوبشن ده 5، اكتب هنا داش 5، اقول اوكي. فاكر انا عرفت ده اي بي وكام، دي اي بيها 5 ده 6، اكتب له الاي بي فوق فين، اكتب هنا داش 6. المكنة الاكس بي كتبت عليها ايه 4 داش 4. وين داش 4 فكده ايه الايباد كده انا ايه شايفه قدام. لو انا جيت رنيت نفس الاوبشن بتاع الان ماب ده على المكنة 6، هتتفاجئ بقى بحاجات تانية هتطلع لك بشكل كبير أوي. سوري المكنة الخامسة، كده عملت على التاني 5. هتشوف بس الأكشن اللي هيطلع هيبقى مختلف جدا، هيطلع لك كمية فيز كتير جدا أو بالظبط زي ما انت شفت كده قدامك. هنا طلع لك فولنربيليتيز موجوده على السيستم فعلا كتير، بس دي مكنه متسبلويت، كل دي اكسبلويتس موجوده، وده الريت بتاعها 10، يعني ده اوريدي اكسبلويت شديد تمام. كل ده اهو طلعه لك، دي المكنه المتسبلويت. طبعا ممكن يطلع لك نفس الاكشن اللي انت شايفه قدامك ده لو انت رنت السكريبت ده على اي جهاز، او انت تقول رن على السكريبت على الجهاز ده، او ممكن ما يطلعلكش حاجه زي ما حصل مع المكنه الاكس بي. بس انا جاست انا عرفت ان المكنه دي اكس بي، فانا هبدا اشتغل على الفرنربيليتيز اللي بيشتغل عليها الويندوز اكس بي تمام. في عندك بعد كده لو انت عايز حابب تعمل اكشن، في عندي في الان ماب حاجه ظريفه جدا اسمها زومبي، ان انا اعمل ان ماب ماشي ماشي داش اتش. في هنا عندي اكشن ان انا اعمل حاجه اسمها زومبي بي سي. زومبي بي سي دوت عباره ان انا بطلب ان الجهاز بكتب له داش اس اي اهو، واكتب اي بي الجهاز، والجهاز يبدا يعمل سكان على الشبكه بتاعتك كلها. هنبص مع بعض نشوف هيتعمل ازاي. كده التارجت ما يتعرفش ان انت ايه تمسكه، لان هيبان كان الجهاز من عندك هو اللي بيعمل كده. عشان اعمل الموضوع بتاع الزومبي اتاك اللعبه بمنتهى البساطه، ان انا لازم بكتب الكوماند بتاعي كده. انا بكتب ان ماب بي ان بينج بس بينج كابيتال داش اس اي، اس اي ده بقول له انت المكنه الزومبي، المكنه الزومبي دي الاي بي بتاعها هو 10 10 10 4. انا عايز المكنه الاكس بي تعمل على ميتا سبلويت سكان، فخليت الأربعة يرن للخمسة، الميتاسبلويت ده هو اللي يشتغل على الويندوز اكس بي، وأقول له إيه انتر. خلي بالك هنا بيقول لك ده إيه ايديال سكان يوزنج زومبي، اللي هو 10 10 10 إيه 4. لو جيت على المكنة الاكس بي بص بقى معايا كده، هتلاقي المكنة الاكس بي في ترافيك كتير جدا طالع من إيه
من الكارت النتورك ادابتر بتاعها اهو. ولو جيت فتحت الواير شارك على المكنه الخالي، بص هو كده خلص اهو، قال لك الايه، طلع لك الداتا كلها. طيب تعالى نشوف الواير شارك هيعمل ايه. لو احنا اوريدي خلينا نعمل نفس الاكشن تاني، الواير شارك هي اداه احنا بنستخدمها عشان نعمل سنيفنج للايه، للباكت، نشوف الباكت رايحه منين وجايه منين، وبدوس على الزعنفه ديت فيبدا يعمل كابتشر. طبعا مفيش اكشن دلوقتي بيتم، تمام، كلام بسيط. لو انا قلت له هنا اعمل نفس الاسكان، الواير شارك هيبدا ان هو يكابتشر، تمام. انا هات بقى ايضا فلتر الكلام ده، قلت له لو سمحت اي بي دوت اس ار سي سورس يعني ايكوال، ماشي، انا الاي بي بتاع المكنه بتاعتي كام؟ انا المفروض 6. طب انا اتاكد الاي بي بتاعي طلع اي باكت ولا لا، اند انا اشوف اذا كان هو بيأتاك المكنه اللي ايه، اللي هي الخمسه، قلت له 10 10 10 5، بكتب هنا اي بي دوت ديست ايكوال، تمام، 10 10 10 10 ايه 5، ماشي، بقول له ايه انتر دي اس تي، تمام انتر. هتلاقي مفيش اي ترافيك طالع من المكنه الكالي للمكنه الخامسه. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان اوريدي الزومبي هو اللي بيعمل سكان. طب الزومبي عندي المفروض اي بيو كام؟ اللي هو الاربعه. تعال بص كده، الاربعه انتر، الاربعه هو اللي بيعمل سكان، هو اللي شغال بيعمل اكنولج، هو اللي شغال بيعمل يجيب كل الداتا، جاب لك فعلا الداتا كلها وبعتها لك. انا كده بقول له استخدم جهاز الاجهزه اللي انا عملت لها استكشاف واعمل سكان بيها. ده كده الزومبي سكان، كده انا مش بتريس، كده اوريدي مش شغال، مش شايفني انا. طيب في اي مشكله في كده؟ مفيش اي مشكله خالص، كده انا اوريدي قدرت ان انا اعمل سكاننج. ممكن اعمل سكاننج على الرينج كله بتاع الشركه وبتاع كل الدنيا اللي عندي، ويبان كان الترافيك طالع من بي سي مش من عند حضرتك اصلا. تمام يا جماعه. طيب دلوقتي احنا حسب ما احنا شفنا، احنا دلوقتي شفنا ادي كده الواير شارك اشتغل معايا. في عندي بعد كده لو انا عايز ابتدي اشتغل بقى على ثغرات معينه في الويندوز اكس بي، انا اشتغلت على ويندوز اكس بي او ويندوز 4، انا جريت ان ماب تاني، تمام. ممكن اقول له والله ان ماب اعكس بقى 5، اعمل سكان 10 10 10 4، تمام. اول زيروز، نظر بروكسي، طب مش مشكله. طب هيبقى لي هنا اوريدي ده اول زيروز، مفيش انتي بروكسي اشتغل بيه، فخلينا نشتغل بده 10 10 4 سوري اس في. جيب كل البورتات المفتوحة بتاعتك، الأوبريتنج سيستم بتاعك أوريدي عرفت إن هو إكس بي، تمام، ويندوز إكس بي أهو قدامك. جيت بعد كده على السيرش، قلت هنا إيه، ويندوز إكس بي متسبلايت فولنربيليتي، فقال لحضرتك الفولنربيليتيز إم إس 08 دي بتشتغل، تمام. في عند حضرتك فولنربيليتيز تانية كتير جدا موجودة، ليست ماشي، بص معايا لو طلعت اي واحده من دول هتطلع لك السي فيز ويطلع لك الام اس اس بتشتغل بيها. خلي بالك انا كاتب هنا ايه، بيت سبلايت اوريدي، ده البرنامج اللي انا بشتغل بيه دايما. مفتحش معايا اهو، ماشي، ده ام اس اف ام اس 67، ده اوريدي الشرح بتاعه اهو، تمام.
خلي بالك بقى ان انا اوريدي انا بشتغل على حسب التارجتس اللي انا عايز. طبعا في عندي تارجت تاني اللي هو اسمه MS17، دي برضو سهلة جدا في التعامل، 17-01 تمام اهي. عشان اعمل الاكشن بتاعي بقى، بص معايا، باجي على المكنة الكالي وبلازم اشتغل الاول على الميتا سبلويت. ميتا سبلويت هو عبارة عن برنامج فيه هاك تولز، فيه اكسبلويت، فيه اكزلوريز كتير جدا باستطلاع الاهداف والاتاك على الاهداف. بس اول حاجة لازم اقوله ان السيرفيس بتاعته، لازم ارن السيرفيس بتاعته بس. واقول له بوست ستارت، كده انا بشغل السيرفيس بتاعتي الميتا سبلويت، بشغل الداتابيس بتاعته. بعد كده بقول له MSF console enter، كده بشغل الميتا سبلويت. كده الميتا سبلويت بتاعي قام. اقول له لو سمحت اعمل سيرش على MS17، طلع لك الكوماند بتاعتك وطلع لك ال MSA تيل، واستخدم التول اهي ديت، كوبي بيست سيلكشن انتر، اقول له يس، هستخدم الثغرة دي تمام. اقول له بعد كده اوبشنز، ايه الاوبشنز بتاعت الثغرة؟ قال لك اهم حاجة عندك تكون انت كاتب الار هوست، اي حاجة قدامها يس وجنبها فاضي يبقى لازم تكون مطلوب تمام. فاقول له set our hosts 10 10 10، خلي بالك من اللي انت تكتبه 4 تمام. بعد كده اقول له exploit، كده بيبدا ان هو ياتاك الايه التارجت، وبيبدا ان هو فعلا دخل عندك. طالما طلع كلمه متبرتور يبقى انا كده وصلت للتارجت ودخلت عليه تمام. لو انت جيت دخلت هنا كتبت بي دبليو دي، انت عايز تعرف انت واقف فين في الويندوز، فقال لك انت واقف في ويندوز سيستم 32، انت كده على السيستم 32. طلعت الميتبرتر، والميتبرتر ده هي الاداه اللي انا بتحكم فيها في السيستم كله. لو انا ضغطت هنا كده الهيلب، يطلع لك يقول لك ايه الكومنز اللي انت تقدر ترنها، تقدر تشتغل عليها في الموضوع ده. قال لحضرتك انت والله ممكن تجيب الماشين اي دي، تعمل ريد للديتا from the channel sessions تمام، تقدر تشوف فايلز، تقدر تشيل فايلز، تعملها move، تعملها delete، تعمل upload file or directory، تعمل download file or directory، ممكن ينزل ملف من على الجهاز تمام. ممكن تجيب system information، حاجات كتير جدا، تكلير log، كل الكلام ده احنا هنستعمله مع بعض بشكل مستمر. ممكن تقول له والله record mic، افتح لي المايك بتاع الجهاز دوت ويسجل الصوت تمام. ويب كام شات، ويب كام ليست، ويب كام ستريم، افتح لي الكاميرا دلوقتي وريني هو بيعمل ايه تمام. يعني لو اوريدي انا دخلت على اللاب وقلت له والله والله بلاي ستريم، والله انا شايفك دلوقتي على الموبايل، على الكاميرا بتاعتك وانا كنت على اللابتوب تمام. ممكن اقول له بلاي ويف فيديو دوت ويف تارجت سيستم تمام. كل الكلام ده ممكن انا ايه انفذه طبعا. في عندك طبعا سكرين شوت يعمل لك سكرين شوت من السيستم دلوقتي الموجود، الصورة اللي موجودة ايه قدامك، طلعها لك اهي، وقال لك هو يسيفد في انهي مكان، على الديسكتوب اهو، اهي شاشة اهي، الراجل ده فاتح ايه دلوقتي ماشي. لو جيت نفس الموضوع هنا قلت له انا عايز سكرين شير، يبدا يعمل اكستريمينج، طلع لك هو ايه، ممكن تقطع، ممكن يحصل ايرور زي كده عادي جدا، ممكن تقفل وتفتح تاني لغايه ما يشتغل يعني تمام. انتربتد اوكي. طيب انا عايز بقى ابتدي اشتغل على الجهاز، ممكن قلت له شيل يعني كده دخلت على الدوس بتاع الجهاز، قلت له cd انا عايز اعرف ايه اليوزرات اللي عند الجهاز، فبكتب net user،
هطلع لك اليوزرات اللي موجوده عند الجهاز هنا، من ضمنهم ادمنستريتور، هيلب اسيستنت سبورت، فانا بشتغل على الادمنستريتور او كوكو وات ايفر ايا كان، كوكو 2 وات ايفر ايا كان. بقول له ايه؟ ليت يوزر ادمنستريتور، انا عايز الباسورد بتاعتك تتغير ل 1 2 3 4 5 6 مثلا. فكده قال لك الباسورد ايه؟ اتغيرت. تمام. طيب لو الادمنستريتور معمول له ديسيبل يوزر خلاص ماشي. مجرد ما انت عملت له يوزر نيم وباسورد، الاكونت اتعمل له انيبل، يعني مجرد ما اخترت انت الادمنستريتور يوزر نيم وباسورد اتعملت اوريدي، هو كده ايه؟ اصبح انيبلد، فده تلوجن عليه خلاص كده شغال. طيب كده اول حاجه انا عملت اليوزر نيم والباسورد، قلت له هنا بعد كده اكزيت، كده نرجع للميتابريتور تاني. تمام. قلت له هنا ران جيت جي يو اي داش اي عشان اتاكد ان الريموت ديسكتوب ايه مفتوح، فقال لك ار دي بي از اوريدي ايه انيبلد. تمام. هاجي بعد كده افتح سيشن تانية او افتح تيرمينال تانية يو تاب، قلت له ار ديسكتوب، واقول له هنا داش يو الادمنستريتور داش بي باسورد 1 2 3 4 5 6 والاي بي ادرس بتاع التارجت. تمام. واقول له انتر، هلاقيك انت ايه دخلت ريموت ديسكتوب على الجهاز كده، انت ايه الجهاز بقى في ايديك، انت حتى دخلت على الريموت بتاعه، اعمل اللي انت عايزه. طبعا ده اوريدي انت كده اعلنت انك انت اتاكت الجهاز ده، خلاص الجهاز ده كده اتاكت ماشي. فبالتالي طبعا الفيكتور ممكن يفصل كارت النتورك، ممكن يعمل اي اكشن. افضل انواع الاتاكس ان الاتاك ما تكونش محسوسه، يعني يكون انت اوريدي هو شغال وفي حاله، وانت شغال سيادتك بترفع ملفاته بتنزل ملفاته بتعمل اللي انت عايزه وهو مش حاسس باي شيء. انا شغال